السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي منسوبي شركة آفاق التعليمية، أهلا وسهلا بكم. أنتم اليوم على موعد جديد ودرس جديد من دروس مادة لغتي. درسنا اليوم يا أبطال هو الدرس الثاني من الوحدة الرابعة بعنوان من أنا. أجيب عن الأسئلة الآتية: ماذا طلبت المعلمة من تلميذاتها؟ أن تختار شجرة تتحدث عنها أمام زميلاتها. لماذا لبست نورا ثوبا أخضر؟ حتى تتحدث عن شجرة. ما اسم الشجرة التي تتحدث عنها نورا؟ النخلة، أحسنتم. ما الثمار التي نجنيها من هذه الشجرة؟ التمر. من الذي أوصانا بزراعة النخيل وأكل ثمرها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فائدة التمر؟ مفيد للجسم، سهل الهضم. مما كانت تصنع السلال والقوارب قديما؟ من سعف وجذوع النخل. ماذا يمكن أن يحدث لو أن جذور النخلة كانت ضعيفة وغير ممتدة في الأرض؟ تسقط. بارك الله فيكم. لماذا خصص أسبوع سمي أسبوع الشجرة؟ لأهمية الأشجار في البيئة. أصل الكلمة بمعناها: السعف هو ثمار النخل أم أوراق النخل؟ أوراق النخل. جذعي هل هو ساقي أم جذوري؟ ساقي. أصل الكلمة بضدها: سميك هل هو رقيق أم غليظ؟ والضد أي العكس، العكس يا أبطال، ضد السميك الرقيق. بارك الله فيكم. أكملوا خريطة المفردة الآتية: تشد مرادفها تمسك، وضدها ترخي. نوعها هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ فعل. عندما نضعها في جملة كلمة تشد ستصبح أسماء تشد الحبل بقوة. أقرأ وألاحظ: رأسي يعلوه تاج من السعف الأخضر، جذعي سميك. بارك الله فيكم أيها الأبطال. جذعي سميك. نلاحظ يا أبطال وجود المد، وفي كلمة السعف اللام الشمسية. بارك الله فيكم. أقرأ الجملة: أنا شجرة مباركة، ذكر اسمي في القرآن الكريم، جذوري قوية وثماري لذيذة، منظري جميل. وهنا نلاحظ أحرف المد أيها الأبطال. أقرأ الكلمات ثم أحللها إلى مقاطع وحروف: السعف، أس، سا، ع، فو. بارك الله فيكم. قوية، قا، وي، يا، تن. أحسنتم أيها الأبطال. أستخرج كلمات تحوي مدا بالألف، ومد الألف يا أبطال يسبقه فتحة. بمناسبة، تختار، أمام. كلمات تحوي مدا بالواو، مد الواو يا أبطال يسبقه ضمة. نورة، أسبوع، الرسول. كلمات تحوي مدا بالياء، مد الياء يا أبطال يسبقه كسرة. منظري، جميل، سميك. أكتب الجملة الآتية يا أبطال مضبوطة بالشكل، وأنتبه يا أبطال إلى حسن الكتابة وضبط الخط. بالاستعانة بالصورة أجيب عن الأسئلة: كم نخلة في الصورة؟ 9. بارك الله فيكم. كم جذعا للنخلة؟ 1. كم رجلا في الصورة؟ 3. كم سلة في الصورة؟ 4. بارك الله فيكم. أكتب الجملة بطريقة صحيحة باستخدام الواو: تتكون النخلة من الجذع والسعف والثمار. استخدم الإنسان قديما الجذع في البناء وصناعة القوارب. من ثمار النخل البلح والرطب والتمر. حرف الواو من حروف العطف أيها الأبطال. أقرأ الآية الكريمة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير. أنتبه يا أبطال إلى ضبط الكتابة وحسن الخطوط. أكتب في الفراغ جملا عن النخلة مع الاستعانة بالكلمات التي توجد في الزهرة: يستخدم السعف في صناعة السلال، التمر له فائدة كبيرة، النخلة عالية، للنخلة جذع واحد،
بارك الله فيكم أيها الأبطال، نكتفي بهذا القدر، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.